فلاش الكان على أنفاس بريس، أهلا بكم. رسمياً وحسابياً تأهل منتخب المغرب للدور الموالي لكأس الأمم الإفريقية 2023 بالنظر لرصيد الأربع نقاط المحصل عليها حتى الآن، والتي لم يبلغها أي منتخب محتل للمرتبة الثالثة في المجموعتين الأولى والثانية. برمج الناخب الوطني وليد الرقراقي آخر حصة تدريبية قبل مواجهة منتخب زامبيا اليوم على الساعة 9 مساء في نفس توقيت مباراة الغد بعد خسارته أمام غينيا الاستوائية برباعية نظيفة. أضحى منتخب الكوت ديفوار يعلق آماله كاملة على نتيجة مباراة منتخب المغرب ونظيره الزامبي بغية التأهل للدور السادس عشر من الكان. أصدرت الجامعة الملكية لكرة القدم بلاغا توضيحيا على خلفية الأحداث التي أعقبت مواجهة المغرب ونظيره الكونغولي، مؤكدة على العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين وكذلك علاقة التعاون بين الاتحادين، كما أنها أدانت أي تصرف غير رياضي دون الدخول في منطق الاتهامات. تعادل مثير للفراعنة أمام الكاب فيردي يقودهم إلى قائمة المتأهلين إلى دور الثمن مستفيدين من تعادل الموزمبيق أمام غانا. وبخصوص مباريات اليوم، لنا موعد على الساعة 6 مساء مع لقاء غينيا والسنغال ومباراة غامبيا والكاميرون، فيما ستواجه على الساعة 6 مساء الجزائر نظيرتها موريتانيا ومنتخب بوركينا فاسو نظيره الأنغولي. كانت هذه آخر أخبار فلاش الكان لهذا اليوم، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.